برحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. النهاردة هنتكلم فيه عن شهر مارس أو شهر آذار 2023. وليه شهر مارس وآذار فلكيا شهر مهم جدا جدا؟ فالنهاردة يعني اسمحوا لي ان احنا نغطس شوية في علم الأسترولوجي ونتكلم ليه شهر مارس شهر حذر فيه كل علماء الجيولوجيا وكل علماء الكبار ان هو شهر عالميا يعني هيحدث فيه احداث مثيره جدا جدا. وانا هقول لكم تحليل علم الفلك. في عالم اعتقد روسي او عالم انجليزي اقر ان شهر مارس هيحصل فيه كوارث طبيعيه، وده حقيقي وده بيتفق مع الفلك او مع استرولوجي، وهنقول ليه. فيعني هركزوا جدا جدا في الكلام اللي هقوله النهارده يا جماعه. شهر 3 شهر فلكيا مهم جدا جدا، في احداث فلكيه ما حصلتش بقالها 20 سنه، زي كوكب بلوتو اللي بقاله 20 سنه في برج الجدي وهيتنقل خلاص بعد 20 سنه من 2008 وهو موجود في برج الجدي، هيتنقل يوم 23 مارس لبرج الدلو، وده حدث فلكي ما بيحصلش على طول. بلس ان في لخبطه في الكواكب، يعني في كواكب موجوده، يعني في زي عكوسات ما بين الكواكب، في ابراج بتدعم، في كواكب موجوده في الحوت كتير جدا بتدعم الابراج المائيه، وابراج وكواكب موجوده في برج الحمل فبتدعم الابراج الناريه، ففي عارفين اللي هو كونفليكت. طيب اول حاجه يعني اعتبروها اكسكلوسيفلي، يعني من الحاجات اللي ممكن واحتمال تحصل كارثه طبيعيه تخص الميه. ليه؟ لان اول حاجه الشمس موجوده في برج الحوت، تاني حاجه زحل من الاحداث الفلكيه المهمه جدا ان زحل بعد سنتين وثمان شهور في برج الدلو عمال يطحن في برج الدلو، عمال يدي لبرج الدلو مشاكل وصعوبات ماديه، ويعني بجد برج الدلو يا جماعه من الابراج اللي بقالهم سنتين وسبع شهور بيتفحتوا، عمالين ياخدوا فوق دماغهم ياخدوا فوق دماغهم. فبرج الدلو من الابراج اللي تعبت جدا 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 في سنتين وسبع شهور. ففاينلي زحل، انا هسميه المعلم الصارم، او كوكب في ناس بتقول عليه كوكب النحس، انا ما بحبش اسميه كوكب النحس، بس هو المعلم الصارم، موجود في برج الدلو بقاله سنتين وسبع شهور، فاخيرا اخيرا هيتنقل لبرج الحوت يوم 7 مارس. انا عايزاكم بقى تركزوا في التاريخ اللي هقول لكم عليها دولت، ركزوا في يوم 7 مارس. 7 مارس يعني يوم فلكيا صعب. ليه؟ لان رقم واحد نمبر 1 زحل هيتنقل لبرج زحل هيتنقل لبرج الحوت من برج الدلو يوم 7 مارس. رقم 2 عندنا اكتمال قمر 15 شعبان في برج العذراء، وده برضو حدث فلكي مهم. بلس كمان ان رقم السنه دي 2023 هو رقم 7، السنه دي رقمها 7. بلس كمان ان شهر 3 شهر 3 فيا جماعه يوم 7 مارس تاريخ مخيف شويه، انتبهوا دايما واحذروا دايما من الايام اللي فيها رقم 7، يوم 7 و17 خلي بالكم التاريخ اللي بقول عليها دي كويس جدا جدا، وتاريخ 11 يعني 7 و11 و17 وتاريخ 4 يعني 4 مارس برضو او 24 مارس، انتبهوا من التواريخ دي كويس جدا جدا. طيب فانا شايفه ان بسبب الاختلافات اللي بتحصل وبسبب حركة الكواكب، الكواكب المعاكسة لبعضها، يعني مثلا تعالوا نقول كده الشمس موجودة في برج الحوت من يوم 1 ليوم 20، فالشمس بتدعم كده الأبراج مين؟ المائيين والترابيين بعد برج العذراء الحزين الوحيد. طيب نبتون موجود في الحوت، عطارد داخل الحوت يوم 3، هيفضل في الحوت من يوم 3 ليوم 18، من يوم 3 ل 18 مارس عطارد موجود في الحوت، فينوس موجود في الحمل لحد يوم، فينوس موجود في الحمل وهيتنقل للحمل يوم 16 مارس للتور، سوري هيتنقل من الحمل للتور. ففينوس والمشتري موجودين في الحمل بيدعموا مين؟ بيدعموا الابراج الناريه، فدول في وش بعض مواجهه بعض، فده بيعمل لخبطه. اوكي طيب احنا طبعا ان شاء الله باذن الله لازم نتفائل بالخير عشان نجده. فشهر مارس شهر اقول لكم على حاجه تانية، شهر مايو يعني ابريل لطيف، شهر مايو
تحذروا من مارس ومايو. في كوارث طبيعية ممكن تحصل، ممكن يحصل خلافات كبيرة بقى، أنا مش عارفة، بس مشكلة عالمية، حاجة هتضج بيها مواقع التواصل الاجتماعي. افتكروا الكلمة دي كويس، يعني مواقع التواصل الاجتماعي هيحصل زي ضجة، مش عارفة ازاي اقولها لكم. ممكن يحصل خلافات كبيرة، تصعيد أمور، دولة تروح تهجم على دولة تانية، وكارثة مائية، فيضان، إعصار، ممكن زلزال برضو، يعني وخاصة في دول البحر الأبيض المتوسط، السيركل بتاع الدول الأبر الأح يعني السيركل بتاع دول البحر الأبيض المتوسط في خطر. أثينا، تركيا، العراق، لبنان، سوريا، شمال اسكندرية بقى اللي في مصر، الحتة اللي على البحر الأبيض المتوسط في خطر، جنبنا السودان، مين تاني على البحر الأبيض، مغرب، المدن الساحلية تحذر كويس جدا جدا. ممكن برضو يحصل زي اللي هو فيضان ده، بركان بقى، انا شايفة يعني انا شايفة الموضوع اكتر عالميا، يعني شايفة فيها ذات ارضية او زلازل، بس انا شايفة موضوع يحصل مشكلة كبيرة ما بين دولتين، حرب تقوم. بس يعني احذروا في شهر 3. طيب انا شايفة ان شهر 3 شهر خطر، مش شهر سهل. بس الحاجة الحلوة ان الشهر مقسوم نصين بالظبط، كواكب كتير قوي بتدعم في اول الشهر الابراج المائية والابراج، يعني اول من يوم 1 ليوم 20، الشمس في الحوت، نبتون في الحوت، عطارد في الحوت، دي ناحية اللي بتدعم. بعد كده الناحية التانية ايه، دول بيدعموا مين؟ الابراج المائية، الابراج المائية اللي هما حوت وعقرب وسرطان وتور وجدي، العذراء يحذر. طيب في الناحية التانية المشتري في الحمل، المريخ في الجوزاء لحد يوم 25/3، فبيدعم برضو الابراج النارية والهوائية، فينوس في الحمل لحد يوم 16، ايه تاني، اورانوس في الطور، نبتون قصدي بلوتو هتنقل من الجذ شايفين التحركات، زحل، فانتقال كواكب كتير. بس الحاجة المطمئنة والحاجة الكويسة ان مفيش اي كوكب متراجع يا جماعة. الحاجات فاكرين في تراجع عطارد، الكوارث اللي حصلت لنا كلنا لما كان عطارد متراجع من يوم 29 ديسمبر لحد يوم 18 يناير، فطول ما الكواكب مش متراجعة نهدى ونبسط، لما الكواكب بتتراجع بقى تحس ان الدنيا بتتشقلب، تلاقي بقى حاجة بتبوظ وصحة بتبوظ طيب مين الابراج اللي لازم تخلي بالها على صحتها شهر مارس؟ في ابراج ممكن تزور الطبيب تتعب، برج العقرب يخلي باله كويس جدا على صحته، برج العقرب من الابراج وخاصة اخر 10 ايام في شهر مارس، برج القوس اول 20 يوم لازم يخلي باله على صحته كويس جدا جدا، القوس صحته او صحة حد من قرايبه او حد من اهله، برج العذراء كمان عنده وعكة صحية زراية، انا بتحدى برج العذراء، حطوا 70 خط على برج العذراء يا جماعة، عذراء تيك كير، خطر، بيج ريد فلاج، انا حذرت جدا جدا العذراء وبحذر تاني، العذراء عندهم خطر اول 20 يوم في شهر مارس، والله ما عايز اكون متشائمة، بس خلي بالكم على صحتكم، خلي بالكم على صرف فلوسكم، في فلوس كتير بتصرف، خلي بالكم على شراكاتكم، عندهم انهاء علاقات، بتسيبوا ناس، بتبعدوا عن ناس، تخسروا ناس، يعني عذراء شهر 3 من كل سنه خطر، والسنه دي خطر قوي قوي. انت عندك بصوا بقى العذراء، يعني الغلبان الكحيان ده، بصوا انا عملت فيديو بحذر فيه برج العذراء، بس هقول الكلام تاني عشان العذراء ده شهر صعب جدا جدا جدا. رقم 1 الشمس في وشك، رقم 2 عطارد في وشك من يوم 3 ليوم 18 في وشك، زحل كمان داخل الحوت في مواجهتك يوم 7/3، اكتمال القمر عندك ممكن يعمل لك يا اما شراكات بتنتهي يا اما بتبتدي شراك، فبرضه اكتمال القمر جالك في بيت الشراكات عندك. ف فينوس اول 16 يوم موجود في الحمل فمش بيدعمك، يمكن المشتري اللي بيديك فلوس، بس عذراء يعني الحاجة الحلوة او بصيص النور اللي داخل يا جماعة، ويا ريت نكون متفائلين ان من بعد يوم 20
فعلا فعلا جالك فلوس حلوه او هتشتغل كويس هتجيلك فلوس حلوه، في فلوس مش عامل حسابها هتجيلك، تعمل مشروع وينجح. فالحاجه الكويسه في برج العذراء هو ان احنا يعني جالينا فلوس حلوه في نهايه الشهر، اوكي، وعاطفيا احنا افضل من بعد يوم 25 بانتقال المريخ لبرج السرطان، احنا افضل. طيب الابراج اللي عندها انفراجات مين بقى؟ يعني سبحان الله كان وحشين جدا جدا الشهر اللي فات اتحسنوا. برج الاسد، برج الاسد كان زفت، انا اسفه جدا، كان وحش جدا 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 في فبراير، وكل سنه كل سنه برج الاسد هيبقى مش كويس في فبراير. ليه؟ لان في فبراير الشمس في مواجهه برج الاسد في برج الدلو، وبرج الاسد عانى كتير جدا جدا، فهتبدا بقى تشم نفسك، هتبدا تفوق يا برج الاسد، هتبدا تحس الله انا بدات بعد تعب بعد اجهاد بعد خساره بعد مشاكل في الشغل بعد خساره فلوس وخساره ناس وان انت سبت ناس وقربت من وضغط وستريس. فبرج الاسد هتبدا تشم نفسك، تبدا ياه اللي هو بقى هم ونزاح. فبرج الاسد من الابراج اللي عندهم تحسن، مع ان هو مش من الابراج الاكثر حظا على فكره، خدوا بالكم الاسد مش من الاكثر، بس بيشم نفسه بيبدا يفوق، بيبدا يحس ان انا اخيرا رجعت لحياتي، كانه كان عمال ياخد وعنده قرارات مهمه فكان تعبان. برج الاسد طالع من شهر فبراير تعبان. برج العقرب برضو من الابراج اللي هتستريح، العقرب الدعك يا جماعه، برج العقرب كان عنده توتر وضغوطات ووحده وملل وزهق وخسر ناس، برج العقرب اخيرا بتبدا تشم الصعداء وتبدا تحس ان انت افضل واحسن، هتحس بقى ان انت يا الصعب راح، المشاكل راحت، هتبدا تتنفس صحين، حتى ما كانش بس يمكن الحاجه الوحيده اللي برج العقرب بيخلي باله منها الصحه، اوكي. القوس انت خلي بالك بقى، القوس من الابراج اللي تحذر زيه زي العذراء على فكره. القوس مش شهر بروميسنج ليه، بس اخر 10 ايام كويسين جدا جدا، بس القوس اخر 10 ايام عندهم شهره، عندهم نجاح، عندهم تقدم، ترقيه، فلوس حلوه جايالك، عندك يعني بتهتم بعيلتك، بتهتم ببيتك، بتهتم بشغلك، عندكوا يا برج يعني عندكوا انتقالات مهمه او تغييرات ايجابيه، تغيير بقى، بتغير بيتك، بتغير شغلك، بتغير بدايات جديده، المشتري في الحمل بيدعمك، وفينوس اول 16 يوم بيدعموك يا برج القوس، فعندك عاطفيتك حلوه، عندك فرص ارتباط، علاقه جديده بتتطور، شراكات جديده في العاطفيه، حد بيرجع لك، حد بيعتذر لك، يعني فالقوس كويس يعني الى حد ما. مين تاني يا رشا؟ الميزان من الابراج برضو مش احسن حاجه في الدنيا، الميزان يخلي باله اول 20 يوم. ليه بقى؟ الميزان، لا ده الميزان يخلي باله الشهر كله، الميزان شهر دقيق جدا جدا للميزان. ليه؟ انت اول الحوت في وشك، مش بيدعمك، مش سبورتيف ليك، كمان اخر 10 ايام بانتقال الشمس لبرج الحمل، فهيبقى مواجهتك على طول، والمشتري في الحمل، فالميزان يعني الميزان للاسف هو من الابراج اللي لازم تاخد باله من اول 20، هو شهر كله هياخد باله لحد يوم 20 او 21 ابريل. برج الميزان ممكن الابراج اللي تتعب شويه، ممكن الابراج اللي هيبقى عليه سبوت، عنده شغل كتير، مضغوط، عنده ضغط في العمل، عنده ضغط نفسي، عندك بتجري ومش لاقي، بتجري كده ورا نفسك كده يا برج الحمل لا، الميزان شهر متعب جدا جدا، شهر مش سهل، شهر صعب، شهر انت يور بيزي، مش فاضي يا جماعه، مش فاضي، شغل، ناس تجري وراك، خلص ده، اعمل ده، ما تخلصتش ليه، اضواء، ناس مستنيين لك على غلطه، مسؤوليات، التزامات، شغل 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 شغل، شهر ميزان مضغوط جدا. يعني عذراء وميزان على فكره وقوس مش من الابراج المحظوظه قوي، يعني اسوأ ثلاث ابراج، انا اسفه جدا بس لازم نكون صراحه مع بعض، اسوأ ثلاث ابراج في شهر مارس يا جماعه، او اصعب ثلاث ابراج هيعدي عليهم شهر مارس، واحد بلا منافس العذراء، اثنين الميزان، ثلاثه القوس، اربعه ممكن اقول مين يا رشا مين؟ لا الاسد احسن، بس هو مش من الابراج الاكثر حظا، بس الاسد يا لهوي، فبراير عند الاسد كان طاخ طاخ، عارفين كله ضرب ضرب مفيش شتيمه؟ والله العظيم الاسد كان ضرب هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمه، يس الاسد كان كله ضرب ضرب مفيش شتيمه. لا العذراء يا لهوي على العذراء، ربنا يكون في عوننا يا رب نعدي الشهر ده. طبعا الابراج المائيه هو الاكثر حظا اول 20 يوم، يعني برج الحوت
يلي السرطان يلي العقرب. انتوا الاكثر حظا، احسن ثلاث ابراج في الشهر ده. الشهر ده تحس ان هو بيصالحك بقى، خد 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 سعاده، خد نجاح، خد حلاوه. الدلو برضو حلو جدا، لان الدلو زحل خلاص ماشي وسايبك اخيرا، عارفين بقى اللي هو بتجري بقى، اجري يا برج الدلو، اجري واجري واجري واجري، اخيرا بتشم نفسك، اخيرا بتلاقي نفسك، اخيرا بتبسط، اخيرا بتنطلق يا برج الدلو بعد تعب وبعد ارهاق وبعد مشاكل وبعد ستريس وبعد ضغط. لا الدلو برضو من الابراج اللي تعبت جدا 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 الفتره اللي فاتت. فالحوت، الحوت انتوا ملوك الحظ يا جماعه، الحوت انتوا ملوك الحظ جدا كمان. طيب بليز ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور، وعلى الفيسبوك على رشا مراد بالعربي بالانجلش. وبليز لو عايزين تشجعوا القناه تعملوا شير كتير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، لان انتوا لما بتعملوا شير بيوصل اكتر، وتعملوا لايك تشجيعي. لو انتوا من جوه مصر اتعودوا كده، اول ما تشوفوا فيديو ليا لو انتوا من جوه مصر اعملوا لايك، لو انتوا من بره مصر اعملوا لاف، علشان بحب اعرف لما اللاف يجي اكتر من اللايكس يعني معناه ركزوا معايا، قاعده من قواعد الفرج على القناه. جوه مصر اعمل لايك، بره مصر تعمل لاف. ليه بقى؟ عشان اعرف مين بيتابعني اكتر من جوه مصر ولا بره مصر. شهر مارس شهر صعب، احذروا من مارس يا جماعه، واحذروا من طاقه رقم اي يوم ليه لقب رقم 7. يعني رقم 7 دايما في احداث مثيره، مش لازم يبقى يوم 7، يعني مثلا احنا في شهر 3، مثلا يوم 4/3 يبقى يوم 4 خطر. ليه؟ لان 4 و3 7، عارفين اللي هو بقى اجمعوا الارقام كده، كل ما يطلع لك رقم 7 احذر. التواريخ اللي خليكم فاكرينها تاريخ 7 مارس اكتمال القمر، تاريخ 11 مارس، تاريخ 17 مارس، وتاريخ 27 مارس. هو شهر مارس في حد بيقول لي فعلا هل ممكن يحصل هزات ارضيه؟ يس، او كوارث طبيعيه مائيه، حاجه ليها علاقه بالميه. الوضع الدلو حلو جدا خاصه بعد يوم 7/3 في الدراسه وفي الشغل. طيب بشكركم، اعملوا شير كتير 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 لاحد تعرفوه عشان يعمل اتفرج على الفيديو واستفيد منه، اعملي منشن لاصحابكم. قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ببسط جدا انتوا بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه. يا جماعه عشان في ناس كتير عماله تسالني على الروج ده، الروج ده من براند اسمها نوت، بس انا مش عارفه رقمه. هو لونه يعني اورنج غامق، لايق على السوات شيرت بتاعي الابيض يليق بكي. شكرا، ثانك يو، بحبكم جدا. استنوا كمان شويه فيديو هنتكلم فيه عن التخاطر الروحي. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مارس، هديكم اوبشنز. احنا اوريدي النهارده عملنا برج العقرب وعملنا برج القوس، نتكلم عن الاسد ولا الدلو، ميزان، جدي. دول الاربع ابراج اللي لسه ما خلصناهمش لشهر مارس. بعد كده بقى نتكلم عن التوقعات الاسبوعيه لكل برج من الابراج. بحبكم جدا جدا، شكرا لكل حد كتب لي كومنت ايجابي. I love you all، بحبكم، باي باي باي، مع السلامه.